واحد النقطه مهمه جدا وكتهمكم انتم اصحاب الدراجات الناريه، وكتهمك حتى انت سيدي وحتى انت لاله اللي ولدكم او بنتكم عنده او عندها الموتور. مجموعه ديال المدن فيها المواطر اكثر من غيرها، مثلا مراكش فيها اصحاب الدراجات الناريه كثيره، كاين حتى مدينه الدار البيضاء، ولكن في مراكش كتظهر اكثر، كنشوفوا كنلقاو رجال وعيالات كلشي كيستعمل هذه الوسيله للنقل، وهي وسيله كتستهوي خصوصا الشباب. وسيله عندها محاسنها وعندها المساوئ ديالها. محاسنها انها وسيله مرنه وفعاله في التنقل، واخا كيكون ازدحام في الطريق انت ما كيشدك شيء كثير، وطبعا كتحترم قانون السير وكتوصل بسلام فين غادي. الجوانب السلبيه اللي كاينه انك ما محمي شيء بشي هيكل بحال مول الطوموبيل، انه لك البرد كانت تشتكي منك، انه معرض للسرقه اكثر من غيرك، للكريساج، واكثر من ذلك معرض للنصب والاحتيال، ولكن النصب بواحد الطريقه اللي ما يمكن شيء توقعوها. النصب عنده علاقه بالثقه وعنده علاقه بالعلاقه. غتقولوا لي كيفاش؟ غنقول لكم تصوروا عندكم موتور، كيجي عندك صاحبك ولا صاحبتك كتقول لك لا، ولا كتقول لك يقول لك سيدي الله يخليك سلفني الموتور ديالك نقضي به واحد الغرض دغي دغي ونجيبو لك الله يسر عليك، ما دغي دغي ليسانس بغيت انا ندير ليسانس، يطرد ليسانس نديرو. تقول له احنا ما بيناتنا شي ليسانس، الا عندك القابليه انك تسلف موتورك فكتقول له ها انت عافاك وما تعطلش ورد بالك، حاول ما تدوش في الحفاري ودير الكاسك اللي شدوك يديوه لك، كتعطيه الكاسك ديالك. هذا ما كان كيعمل واحد من الشبان مع واحد من صحابه، حتى اليوم اللي كيلقى البوليس كيدقوا عليه في الباب وكيعتقلوه وكيديوه وكيمر من اطوار محاكمه وهو حال فمه ما فاهم والو، دهش ما عارفش شنو واقع له، وكيلقى راسو كيتحكم بسنتين ديال السجن من اجل تكوين عصابه اجراميه واستعمال وسيله ذات محرك او ناقله ذات محرك في السرقه. صاحبو اللي كان كيتسلف من عنده الموتور كان كيديه كيسرق به، كيخطف به الناس البنات والسيكان وكيرجعوا له، كيتسلفوا من عنده مره في السيمانه، مره في 15 يوم، كيتسلف من عند هذا الموتور هذه المره، صاحب اخو كياخذ من عنده الموتور، هو عامل واحد الايقاع ديال مره في 3 ايام ولا مره في اليومين كيخرج يسرق وكيرجع بمواطر صحابه. النهار اللي غيتشد غيتشد بالموتور ديال هذاك صاحبه اللي مشى بعامين ديال الحبس. الموتور عنده رقم ديال الهيكل، كيتعرف صاحبه، السيد في الاستنطاق ديالو ديال من هذا الموتور ديال فلان. المحكمه ما عندها شي كيفاش تعرف انك انت واش مشارك ولا ماشي مشارك. الناقله ديالك وكتمارس بواسطه السرقه، وشكون قال لنا انت ماشي شريك؟ كتوضع رهن اشاره صاحبك موتورك باش يسرق به. حضيو راسكم مستمعي الكرام، اياكم واياكم تسلفوا موتوركم طوموبيلتكم لاي حد، لانه كيمكن ترتكب بها بواسطه جريمه وتمشيو فيها، وغادي يكون صعيب عليكم تبتوا براءتكم. حضي راسك.